وحول القمة الإسلامية معنا عبر الهاتف من أبو ظبي الكاتب والمحلل السياسي الكويتي الأستاذ فؤاد الهاشم. مرحبا بك أستاذ فؤاد. إذا ساعات قليلة تفصلنا عن موعد القمة الإسلامية، هي لا شك قمة عادية ولكنها تأتي في ظروف دقيقة واستثنائية، ما أهميتها في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني بداية قبل أن نتطرق لكل تفاصيل هذه القمة الثلاث، هناك جزئية بسيطة يمكن يعني غفل عنها الإعلام العربي، وهو أنه يكفي مكانة المملكة العربية السعودية لأنها تدعو إلى هذه القمم الثلاث وخلال أيام قليلة، فتكون تلك الردود الإيجابية من هذه الدول جميعها، ويحضر الجميع مسارعين وملبين لدعوة المملكة في خلال ساعات قليلة، وبالتالي هذا يعطينا مؤشر ابتدائي بأنه الداعي يعني هذا بلد لها احترامها ولها تقديرها عند العديد من دول العالم، وهذا بحد ذاته يمكن أشعر إيران بأنها لا تتعامل مع مجرد منطقة جغرافية هي الحدود اللي هي متعارف عليها للسعودية، بل تتعامل مع رمز من رموز العمل الإسلامي أصلا والدولي أيضا، وبالتالي يعني عليها أن تحسب ألف حساب لهذه الدولة. طبعا القمم الثلاثة وبالنسبة للقمة الإسلامية الآن هي جاءت يعني وجودهم الآن في هذه القاحة وخلال الاجتماع يسبب يعني هلعا كبيرة لإيران التي كانت تعتقد بأنها وطوال 30 سنة التي فاتت منذ أن وصل خميني إلى مطار معربات كانت تعتقد بأنها هي وكيلة الإسلام في العالم الإسلامي، ونست أن دستورها الذي يعني مجرد وضع المادة التي تنص الدستورية على أنه المذهب الاثنى عشري هو المطبق بأنها صغرت نفسها كثيرا ولم تعد تخاطب المجتمع المسلم في كل أنحاء العالم، بل هي تخاطب شريحة معينة وتعتقد بأنها حينما تعلن عن نفسها كحامية ومدافعة كما تزعم عن طائفة معينة، فتعتقد بأنها سوف تصبح هي سيدة العالم الإسلامي. اليوم يعني أثبتت المملكة العربية السعودية وطمأنت كل شعوب الخليج والشعوب الإسلامية بأن هناك بلدا كبيرا يضم الحرمين الشريفين، يعني أرسل ماء باردا على قلوب كل المسلمين بأن إيران لن مهما فعلت كل هذا الصعيدة الإجرامية أنها تستطيع أن تؤثر على حياة مئات الملايين من المسلمين. نعم، أيضا أستاذ فؤاد، هذه القمة الإسلامية يشارك فيها أكثر من 50 دولة إسلامية، ما أهمية توحيد الصف الإسلامي لمواجهة الخروقات الإيرانية المستمرة، لمواجهة ما يقوم به النظام وأذرعته في المنطقة؟ شوف يعني لسه أنا قاعد أقرأ هذا التصريح لنائب رئيس الحرس الثوري، نعم. يعني هذا وصلني قبل قليل، يقول أنه الحرس الثوري لو أننا ذهبنا قاتلنا بأنفسنا إلى في اليمن فسوف يعني نأخذ الحوثيين معنا ونصل إلى الرياض. يعني اللغة الخشبية العنترية الوقحة، خصوصا لما يقولون أن والله إيران في بيانهم الأخير إيران لا تدعم الإرهابيين ولا تدعم أي ميليشيات، وإيران لا تتدخل في شؤون دول أخرى، وكلنا والعالم كله يرى تدخلها في كل مكان، وكلنا سمع وقرأ تصريح أحد ملاذيهم حينما قال نحن نسيطر على 4 عواصم عربية. هم يتميزون بهذا الصلب وبهذا الغرور، وأنا لا هنا يعني لا أكشف سرا أن هم في الأساس وصول خميني تم بموافقة أمريكية، يعني بالتالي مهما فعلوا حاولت أن هم يعني يقنعونا بأن هم ضد الشيطان الأكبر، هم أساسا فروخ للشيطان الأكبر، وهو الذي جاء بهم إلى السلطة
لجعلهم فزاعه لكل الشرق الاوسط ولكل الوطن العربي. هم شرطه جديده بعد ان ذهب الشاه الشرطي القديم، جاءوا لنا الان بمئات او بالاف الملالي الذين هم الان اصبحوا يعني يحسبون انفسهم الشرطه الجدد في الشرق الاوسط. لا يمكن باي حال من الاحوال ان يعني هم يقولون الان انه نحن لا نريد الحرب، والسعوديه في البيان الاخير قالت لا نريد الحرب، وترامب قال نحن لا نريد الحرب. اذا ما هو الموضوع؟ اذا كان الجميع لا يريد حرب، اذا لماذا الجميع او بما فيهم ايران اساسا هي من الذي سبب بوصول كل هذه الاسلحه والبوارج الى منطقتنا؟ نعم، تبقى هذه الأعمال هذه الإرهابية التي تقوم بها إيران وأذرعتها في المنطقة خارجة عن القيم الإسلامية. الأستاذ والمحلل السياسي فؤاد الهاشم كنت معنا من أبوظبي، شكرا جزيلا لك.